استئناف العام الدراسي والسنة عدم رسوب لغير الممتحنين. بالوثيقة التعليم تقرر احتساب العام الدراسي 2019-2020 سنة عدم رسوب. سوريا نالك نعي في وزارة الخارجية وفاة شخصية سياسية ونعي يخص وزارة الخارجية. نعت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية ببالغ الحزن والأسى وبتسليما بقضاء الله وقدره وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين. اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو ينجح بتشكيل حكومة. صدق الكنيست الإسرائيلي على الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو. خبر يخص سيدة الشاشة الخليجية يصدم الشارع. ما في قانون دولي يقول لك من الزمات مفروض الناس تطلع؟ اطلعهم اقتهم برا، والله لو اقتهم برا. انا ماني ضد الانسانيه، لكن وصلنا مرحله ان ملينا خلاص. شنو يعني ديارهم ما تبيهم؟ شكو احنا فيهم؟ رفع العقوبات الامريكيه عن السودان. ينضم الينا الان من الخرطوم رئيس تحرير صحيفه التيار عثمان مرغني. السيد عثمان اهلا بك. اذا انباء تتحدث عن ان السفاره الامريكيه في الخرطوم تؤكد أن بومبيو وقع شعارا يفيد بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب، هل صدرت أي ردود فعل أولية حتى اللحظة؟ قضية ريجيني على الطاولة من جديد، هذه المرة بدعم من منظمات دولية. قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وجه إنذارا أخيرا للنظام المصري للتعاون في قضية اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. العراق قرار عفو يشمل الإفراج عن شريحة من المساجين. وذكر عبد البهدي في كلمته عددا من القرارات التي قد تتخذ للحد من انتشار الوباء، بما في ذلك المتعلقة بتقييم الوضع في الإصلاحيات ودراسة إصدار عفو عن السجناء والموقوفين من غير مرتكبي الجرائم الإرهابية والفساد. عائلة مبارك في حزن. بمجرد الإعلان عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اشتعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول إرثه وحياته وحكمه لمصر. الخبر نزل في العواجل أولا ومواقع التواصل الاجتماعي، ثم جاء التأكيد قبل نحو ساعتين من نجله علاء مبارك في هذه التغريدة، يقول: إن لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك، اللهم اعفو عنه واغفر له وارحمه. إلغاء مخصصات متضرري رفحاء. الكاظمي أصدر قرارات كان الكثير من العراقيين بانتظارها، ونقصد هنا ما يتعلق بازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء التي أثارت لغطا كثيرا حولها على الرغم من التصعيد الذي بدأه المنتفعون من رفحاء. الروبوت راح يكون له دور كبير جدا في حياة الإنسان، بل الروبوت سوف يسيطر على حياة الإنسان. في سابقة علمية حسنية، باحثون أمريكيون يطورون أول روبوت حي. تماما رشيد، هذه السابقة من توقيع علماء من جامعة فيرمونت الأمريكية، اعتمدوا على خلايا جذعية للضفدع من جلده وأيضا من قلبه، وهي التي تسمح للروبوت بالتحرك من تلقاء نفسه بشكل دائري. عمان للأسف هذه السنة هنالك أحزان، تنكيس الأعلام وحزن يعم البلاد. وينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد الشهري. إذن أهلا بك سيد أحمد، بداية تعليق على وفاة سلطان عمان السلطان قابوس. حشود مليونية في شوارع طهران. حشود مليونية هي الأضخم في تاريخ إيران في مراسم تشييع جثم الشهداء القادة الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما بالعاصمة طهران. لبنان، أنا أتوقع استقالة الحكومة اللبنانية. أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان. صفقة القرن على الطاولة من جديد. هاردا ترامب أعلن عن أنه غدا سيذكر تفاصيل صفقة القرن الساعة 12 بتوقيت أمريكا، الخامسة بتوقيت جرينيتش، وأن الصفقة وافقت عليها الدول العبرية، قصدي الدول العربية. For Israel and the relationship I think has never been better. We're going to be discussing Mideast peace. We're going to be announcing a plan tomorrow at 12 o'clock. الشيخ نواف الأحمد رجل المرحلة القادمة.
أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأدود عن حريات الشعب ومصالحه وأمانه وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.